عشان انت راجل رمز محترم. اشكرك اشكرك. ايه عايز اقول لك يا دكتور مصطفى, ده الكلام ده ينطلي على مين؟ احنا ما لناش عقول؟ احنا يا دكتور مصطفى بنتعامل مع اكبر الشركات العالميه, كانوا موجودين معانا في المؤتمر الاقتصادي, وربنا يعني يكرمه سياده الرئيس, يعني فتح مجالات للناس تستثمر وتخش البلد. وبعد الموضوع التعويم كان مرتضى منصور بيطلع يهاجم معوال الابراشي صديقنا العزيز, يقول له ازاي يعومه, مش فاهم حاجه خالص, مش عارف يعني موضوع التعويم يعني ايه. يعني كان ده ممكن يروح 70 80 جنيه وما كانش خاطر الخطوه. دكتور محمد, الخلاف ظهر. انا بكلمك في القصه دي يا دكتور مصطفى, انا قصدي اقول لك ان هو بيتعامل معانا كاننا ملناش عقول. يعني يعني احنا النهارده الناس بالثقافه وبالعلم وزلفنا العالم كله, وتعاملنا مع كل البنوك العالميه والمؤسسات العالميه, هو هيجي بيتعاملنا اللي هو مدير نشاط وقف نشاط, وهو رجعه عشان خاطر ان اشرف صبحي يكلمه. يبقى الخلاف في الاداره, في مفهوم الاداره. الراجل ده بيدير اداره مؤسسيه ولا بيدير اداره فرديه؟ يا ريت حتى اداره فرديه. لا خلينا معدلين, عايزين نقول ايه. انت دلوقتي حاليا خرجت بره عباية مرتضى منصور, قناعاتك للي وصلت للمؤسسة الرياضية ولا قناعات شخصية؟ لا والله خالص, خلاف شخصي خالص. هو ده المهم. يعني احنا انا اولاد امير واحمد دول اخواتنا, انا حاضر افرحهم كلها. وهو خلافنا مش في الشخص. جالي فرح اخويا الساعة واحدة بالليل في دار الدفاع الجوي, لقى كمان دكتور كمال درويش المحترم واسماعيل سيمو المندوب غلط فيهم ومشى من 10 سنين. قال لهم انت جايبني اقعد مع الناس مع الناس كلهم افاضل, وسابهم وهم موجودين حيا يرزقون كلهم يرسلهم. احنا نوصل لنقطة الفصل في الامر, ان الخلاف خلاف ادارة طبعا يا دكتور. دي انت مش مقتنع ان الراجل ده بيدير ادارة مؤسسية طبعا. هل المشاهد اللي حضرتك شايفها دلوقتي على الساحة داخل وانت راجل مشارك داخل الجزء النشاط الرياضي ومتطوع شايفه بيدار داخل القطاعات, كل قطاع على حدة, ادارة مؤسسية خالص يا دكتور؟ طيب هل التقارير اللي حضرتك بترفعها وانت كنت بتدير بيتعمل بيها حاجه فوق؟ بتقطع وترمى. هل حضرتك رجعت لنائب رئيس؟ انت من شويه قلت كلمه عجبتني جدا فيما ذكره المحترم المهندس خالد عبد العزيز, ان في حق الجمعيه العموميه اختارته واختارت نائب رئيس وهو اخويا هاني العتاد. انت شاهد عيان على موقف حصل عبد الله جورج والدكتور عبد الله طبعا. انت شاهد ان هو كان بيحاول يصلح الامر طبعًا. حضر الناس طبعا ونيه صافيه جدا يا دكتور, زي بالظبط يا دكتور مصطفى. والله العظيم وربنا اللي شاهد عليا, انا ما كان بيني وبين اسامه مرتضى لحد شهر بس, لان غلبت ان انا اقعد معاه واقعد مع احمد جلال ومستشار احمد جلال, وكلمنا كابتن اسماعيل, عايزين يا جماعه نلم الامور. لا النادي رايح في هو صحيح, هو مش حاسس بيها. ما المشكله يا دكتور مصطفى, هو بيغرق وبيغرق النادي وبيغرق اللي حواليه. هو الحبه برجله يروح يتحقق معايا 10 ساعات ويتكلبش ليه كل ده؟ ليه احمد جلال يحصل معاه كل ده ليه؟ هو عشان فرد خد قرار وكل اللي حواليه قالوا امين. يبقى نثبت بقى عند النقطه دي طبعا, الخلاف خلاف اداره مؤسسيه مش موجوده على الاطلاق, ولا بتشوف لها اي صوره في اداره المؤسسه؟